مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده تجمعنا معاكم من الساعه 5 للساعه 6. مثل ما تعرفون الخميس حلقه اللي تكون الخميس الونيس مثل ما نقول، ولكن اليوم مو زميلتي اسار معاي، معانا الشيف اسماء البحر. راح ندرس معاها مدى اهميه ثقافه الشيف انه تكون عنده ثقافه جميع الطبخات نقول العالميه، وانه يكون يسوي سيرش عدل اول باول مع كل شيف. حياك الله شيف اسماء الله البحر. الله يحييك، اهلا ومرحبا. اهلا والله، شلونك؟ نورتنا. الله ينور نورك. بالبدايه بندردش ونسولف شنو جابت لنا من اكل ومع موضوع حلقتنا اليوم جاهزين، وبعدها بسيجمنت ثاني ان شاء الله ندردش بالسوالف اللي بناخذ منك معلومات الحصريه اول باول. طبعا موضوع حلقتنا اسماء يقول من الشخصيه الكرتونيه اللي كانوا يشبهونك فيها لما كنت صغير، فخلنا نعرف منك من كان يشبهونك. والله انا كان يشبهوني بومبو، بومبو خدود كذي وحمر ومتينه كنت، فكان يسموني بومبو اكثر شيء. طبعا شوفي انا واخوي العود ما كان في شخصيه مثلا يشبهوني فيها، ولكن كنا احنا نختار من خلال لما نشوف يعني الافلام الكرتونيه او مسلسلات بشكل عام كنا احنا نختار نوزع منو نبي او يشابه شخصيتنا. فبسولفك عن كذا مثلا باباي وانت قولي لي اذا كنت هم تتابعين او لحقتي عليه. اليوم راح نسولف عن جيلين، جيل الثمانينات جيل التسعينات. جيل يعني اكبر منك ولكن ما شاء الله عليك مبين انك صغيره مو كبيره، الله يحفظك. مثلا توم وجيري، اتوقع كل بيت بالكويت في توم وجيري. توم وجيري الحين ويانا، الحين موجود، الحين موجود، الكل يتابع توم وجيري. صدق يعني توم وجيري انا واختي على طول توم وجيري، هي انا توم وهي جيري، ولا هي توم وانا جيري، من كثر ما كذي تشوفها ورا بعض ورا بعض نجرى وهواش وصيحه. كنت توم ولا جيري تحبين؟ والله اثنينهم. اثنينهم، مره تكوني توم مره جيري. مره هني مره هني على حسب شطانتي ومزاجي، اصير مره الشيطان الطيبه. ممتاز. حتى انا لما كنت مع اخوي مثلا لما كنا نتابع كنت انا دائما احب توم، لان انا احب الشخصيات الطيبه. هو كان ياخذ توم. بشكل عام بالشخصيات لما تشوفينهم كنت تحبين تتقمصين شخصيات شريره خلينا نقول بشكل عام بالكويتي، ولا تحبين شخصيات؟ لا لا انا كلش ما فيني ناحيه شريه هذه، لا بالعكس مسالمه ودور الشخصيات الطيبه والكيوت كذي. احب اتابع كل البابايات، وبابايات قبل كانت يعني قدوه يعني، كان في شخصيات صج غدوه ونتعلم منهم اشياء. شيطان حتى السؤال شيطان من البابايات هم كانت وايد حلوه، يعني مو الشيطان اللي الحين يعني صايره، كانت على وناسه يعني على حلوه. الواحد يسمزح حتى الاهالي اللي خلوا عيالهم يشوفون إيه؟ ما يخافون عليهم انه ممكن تطلع اشياء او كلمات او شيء. يطلعون معاهم إيه؟ لليوم لما تسولفين عن اي مسلسل باباي قديم تلقين الاهل يتابعونه والعيال نفس الوقت. زين خلينا نشوف شنو جابت لنا اليوم. اليوم والله كل خير، جابت لكم منتجات انا دائما اسويها مشروعي يعني اللي هو الفلافي. اوكي. الحين شهر بالكويت. عباره عن شنو؟ الوحيده اللي اسويه بالكويت، وهو مثل الكلير كريسبي من برا ومحشي كاسترد نكهات. طبعا حشوات كلها من بطريقتي انا اسلوبي انا. حلو، حلويات فرنسيه تعتبر طبعا، غير فيها نكهه كويتيه. طبعا اي طبعا في نكهه كويتيه، وما استغنى عن هم حلويات الكويتيه اللي نزلت بس الحين بموسم الشتاء، اللي هي غريبه ولسان الثور، واللي هذا عليه حرب كله. ليش مسمينه لسان الثور؟ ليش؟ زين. وعندي النكهات الثانيه اللي هي حق الشبابيه، اللي هي شوكليت وكندر وكذي، والنكهات العربيه اللي نزلت تنزل برمضان، ويعني حق قعدات حلوه. شنو تدري ترى انا اكثر مع السويت اكثر من الموالح، يعني اكل موالح ولكن هي. اعشق شيء اسمه سويت، يعني بطريقه خياليه، خصوصا الشتاء يوكل تاكلين من غير ما تحسين بعمرك. صح. الحلو الحلو شيء يعني احنا متعارف عليه بالكويت، غدا بعدين لازم نحلي، يعني صار ضروري الحلو ورا الغداء ومع القهوه موجود. ومع الشاي لازم موجود، في كل بيت تلقاه موجود. ممتاز. الحين بقول بعض الشخصيات الكرتونيه اللي دائما لما نشوف قبل لغايه الحين لازم يكون الباباي بشكل عام في شخصيه كرتونيه تكون شريره اسماء، ودائما الناس يعني تحب هذه الشخصيه وتتقمصها، سواء بلبسها بكاركتيرها باسلوبها بطريقتها، دائما اللي يجذبنا يا ان نكره الشخص نفسه الكرتون او انه لا والله نحبه. فراح اقول انا كم شخصيه موجوده عندي محضرها لنا موعدنا علي شويطر، وانت اذا كان لك ذكريات في هذا الباباي تقدرين تشاركيني فيه. عندك كرويلا درفيل اللي هي في اللي نقولها 101 لكلاب نقطه اللي كانوا 100 كلب 101، فكانت شخصيتها دائما يمكن هي الشخصيه الوحيده الباباي اللي تكون انسانه ما عندها طاقه سحريه انها مثلا ممكن تسوي شيء بالسحر، ولكن كانت عندها ان تحب صراع ما بينها يعني شخصيتها الشريره بينها وبين اهل اللي يمعون اللي يعني مربين الكلاب عندهم. اي تحب كانت السكين تاخذ نفسهم بس تاخذ الجلد وتلبسه تلبسه، وكانت متميزه صورتها قاعد نشوفها على الهواء.
هو متميزه انه باللون الابيض والاسود، نصها ابيض ونصها اسود حتى باللبس نفسه، فهي استانست اكثر ان هم لونهم ابيض منقطين بالاسود، فكانت تبي تاخذهم، فكان عددهم صغير، بعدين فجاه كانت ميمعه بالمخزن عندها عدد كبير، ولكن فشلت. حاولوا مجموعه اللي بالافلام معايا ينقذونهم، وفعلا انقذوهم، ذكرتني بمباي كلها، وخصوصا الجزء الاول لغايه اليوم يمكن احنا نشوفه. صح، انا اللي هي كويلا درفيل، انا اذكر حتى ان الوالده لما تسافر يعني واحنا صغار جيت تسافر امريكا ولا شيء، كانت تجيب الشخصيات هذه تلبسها بالبيت، ويعني كنا صدق تجمع اللبس مالها. صح أي. فحتى الشعر كان نزلت اتذكر حزتها باروكه لنصها اسود ونصها ابيض، حتى بازياء الموضه قامت تصير غلدوها بهذا الموضوع ابيض، وكنا نلبس اذكر جينزات من ورا قدام من ابيض من ابيض واسود كذي، فاذكر انه صار في هبه وقتها ان الكل يلبس الابيض والاسود، عشان المقطع اللي هو ما اذكر اسم شخصيته بالباباي نفسه اللي هو مربي الكلابه، كانت جايه زيارتهم بتاكد من الكلاب انه ولده ولا لا، فلما مشت فيغني وهو فوق يطق يزعجهم، ولا درفيل يغني لها اغنيه، فمن اجمل مقاطع صدق اللي يمكن اللي لحقوا عليه لغايه اليوم نتابعه وايد يحبونه. والله قبل فتره حاطينه تابعته شفته ما ينمل منه، لان فعلا قصته مو ممله، والواحد لما يشوف مره ثانيه ما كنا شايفها من قبل. حلو، ننتقل للشخصيه الثانيه اللي هي ماليفيسنت اللي شفناها فيلم لانجلينا جولي، فعلا كان عندها طاقه شريه ولكن انغدر فيها من الملك اللي هو قص جناحه، ولكن بعد ما قص جناحه فهي حبت ان تنتقم منه بطريقه خلينا نقول عفويه، ان لما جت له بنت عزم كل خلينا نقول القريه مع الجنيات بشكل عام وما عزمها، فهي راحت تنكرت وسوت سحر للبنت ان لما يصير عمرها 16 سنه راح تنام الى مدى العمر، فلما صار عمرها 16 سنه وفعلا راحت لها ماليفيسنت وتعرفوا على بعض ونامت، فتحسفت فحبتها فبي الحب الصادق بين ان ممكن الشر يتحول الى حب، وممكن يتعدل مع الوقت، ممكن يكون نهايه الشر هو دائما مثلا ممكن الشر يغلب ولكن طريقه حلوه، لان مهما كان الانسان شرير يعني دائما مهما كان هو يعني قناعه او كان هو شرير دائما في بذره خير من داخل، طبعاً فيعني هذه تطلع مع الزمن، ان طلعت ما طلعت فختام الفيلم شفناه جدا جميل، راحت تبي تنقذها تحسفت، حست بشعور الندم، فحاولت تروح تنقذها فشلت بالمحاوله، ولكن بعد ما دمعت والدمع يقولون دمعه صادقه حب طالعه من القلب، فحاشت نفسها البنت ورجعت للحياه وقعدت من النوم، وكانت شخصيه جدا جميله وايد شريره حلوه اللي كل حبها الامانه. ننتقل للفيلم الثالث اللي هو زوج اب سندريلا اللي شفناها، حتى الفنانه هدى حسين خلينا نقول يمكن جيل السبعينات والثمانينات سوت المسرحيه سندريلا، ولغايه اليوم حبينا الدور اللي مثلتها ويعني سويتها بالضبط صح مثل الفيلم اللي شفناه، وشفنا مدى اهميه زوجه الاب شلون كانت تتعامل سندريلا، وكان بطريقه واضحه ما كانت مثلا من تحت وتحت من وراها، لا كانت تتعاملها معامله كانها هي يعني مو بنتها، بناتها تعاملهم بطريقه حلوه ولكن كانت مثل تخدمهم داخل البيت، صح. فشفنا ان بالنهايه انتصرت سندريلا على الرغم الامور اللي هي واجهتها في حياتها مع زوجه ابوها، ولكن ظلت تتعبها طيبه. انت شو تعني سندريلا؟ والله شخصيه يعني للحين ما انساها، يعني دائما حتى لما تيجي تقول حق اهل القصه تقول لهم هالقصه، هي وليلى والذيب تلقان دائما تقول هالشخصيتين، حتى الذيب مع ليلى كنا نحب شخصيته، يعني نتابع شنو يسوي بالذات لما بالمسرحيات، يعني كنا نحب الشخصيه هذه رغم انها شريره طبعا، بس فيها كوميديا تضحك، دائما يحطون شخص شرير عشان لا يوضحونه بصوره سيئه، دائما في شيء شخصيه حلوه. سندريلا كانت تتوقع قدوه حق وايد بنات يحبونها. وعلى الرغم قد شفت ما قالت سندريلا يمكن واجهت وايد امور صعبه، وحتى زوجة ابوها عاملتها طريقه مو صحيحه، ولكن ظلت تحبها وظلت تعاملها بطريقه حلوه. طبعا احنا مكملين حوارنا معاك اسماء في مواضيع حلقتنا اليوم، راح ندرش معاها في مواضيع وايد كبيره، ولكن راح نروح نشوف فيديو صغير مجهزينه لنا الاعداد ونرجع للاستديو. الأمانة يعني قبل أن نبلش اللقاء ونسولف ضروري أن أجرب لسان الثور، طبعا قبل أجربها بدرش معاك في سؤال اللي هو أهم الوصفات اللي أنتي تجيدين وصفاتها وطبخها بشكل عام من أي ناحية، خلينا نقول السويت أكثر أنتي السجهيلة ولا خلينا نقول المعجنات، شنو كلمينا أكثر؟ أنا شوية توجهي غير عن الشيفس اللي موجودين، يعني عامة كلهم أصدقائي وربعي، تخصصي إعلام، أقدم برامج طبخ، ف يعني ماخذه ناحيه اللي
كنت نلت كل شيء اطبخ زين، لان تدري انت الجمهور يبي تجدد، يبي اطباق جديده، يبي مطابخ جديده كل يوم، فقصبا علي تلقاني اطبخ في كل المطابخ. بس اللي يعني احساسي الداخلي اثنين احبهم وايد، هو المطبخ الكويتي والمطبخ الفرنسي، من ناحيه المخبوزات الفرنسيه والحلويات الفرنسيه، لان الحلويات الفرنسيه والمخبوزات امتدادها حق كل المطابخ، وحلويات كل المطابخ تقدر صحيح. تسويها باتجاه المطبخ الفرنسي. حلو انزين اسماء، الامان يعني قرمت وانت قاعد تسولفين، بس هذا يبيلها يعني ورا الكاميرا مو على الهواء ناكل. يبي الواحد ياخذ راحته، شاي حليب ومطاره ويقعد ياكل بالعافيه. تسلمين لك الامان اللذيذه. الله يعافيك. نبي نعرف منو اللي صنع فيك بذره حب الطبخ وانك توصلين اليوم لهذا النجاح؟ شوف، في البداية كانت عندي هواية من الصغر، يعني ما حد قال لي طبخي أو شيء، أنا كنت بنفسي أدخل المطبخ وأحوس وأطبخ، يعني أسوي أي شيء حق البيت، سويت كيك، كنت بروحي من عمري 8 سنوات، يعني أدخل داش المطبخ وأحب. يعني مثلا مو نقول مثلا هبة صار معك موضوع، لا 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 لا، كان حب المطبخ، تلقاني أحب أكل وأحب أطبخ، يعني أطبخه لازم غصب عليهم ياكلونه وغصب علي أنا بعد أكله، وعادي أسهر أطبخ بالليل وكذي. وفعلا هالشيء يعني خلاني ينغرس فيني حب الطبخ اكثر، يعني صار كل يوم اتعلم شيء جديد، ابي اتعلم تلقاني قاعد يم الحريم الكبار اسجل شنو يقولون طبخات، اروح عندهم عند خالاتي شنو، اصور كتب طبخ. كان حتى قبل يعني اشياء بسيطه، ما كان عندنا اللي التكنولوجيا والكمبيوتر صحيح. واشياء هذه اللي نبحث وكذي. فمن البدايه من 8 سنوات، بعدها قلت لا خلاص، يعني لما تخرجت من الدراسة وكذي قلت أن حابة أني أنا أدخل المجال الإعلامي بالطبخ أكثر حتى من أني أنا أطبخ وأسوي كتب وهالأشياء هذه وأني أفتح مطعم، لا حابة الإعلام. فاتجهت أني أدرس الإعلام وأدرس الطبخ بنفس الوقت، ما بين الطبخ والإعلام. إيه، فتعلمت أساسيات الطبخ وأصول الطبخ وكل الأسرار، حاولت كثر ما أقدر. طبعا مطبخ يعني كل يوم في سر جديد، كل يوم في شيف جديد، كل يوم في معلومات جديدة، فهذا العالم ما يوقف. صحيح. ما يوقف، تلقى عشان شي تلقى في ناس دائما تركض ورا هالشيء انها تثقف نفسها وتتعلم اكثر. فاهلي لهم دور في حياتي بمجال الطبخ، اهلي كلهم وقفوا معاي، يعني الحمد لله. انا يعني في ناس يقولون لا اهلهم وقفوا او ما يبونهم يدخلون المجال، لا الحمد لله من كل النواحي شجعوني من اول يوم انا خطيت في المجال الاعلامي ومجال الطبخ، شجعوني وقفوا معاي واحد واحد، من امي لاخر خاله لاخر عمها. الله يحفظهم يا رب لك. اتمنى من كل عائله قاعد تتابعنا الحين ام تشجع بنتها وتغرس فيها هذا الشيء، حب انها تطبخ، لان بالنهايه يمكن قاعد اشوف بالفتره الاخيره الحين قاموا يعتمدون خلينا نقول على المطاعم السريعه، ما قام يصير في عندهم حب انه يدشون المطبخ او يتعلمون، يقولون احنا ندش نطبخ، انه يعني بالعكس اتوقع شيء جميل ان الواحد يدش المطبخ، خصوصا اذا كانت فترة. البنت اي هذه فطره، انا اقول دائما اعيد واقول هالشيء، ان هذه فطره في كل بنت. الشباب يطبخون للحاجه او للمتعه، يعني يطبخون انهم بس كذي يستانسون، او يطبخون انهم الحين يوعى، يعني صح. يدش المطبخ لانه يوعان، او انه هو يحب يطبخ ويتفنن بهالسوالف. زي ما انك جبتي موضوع الشباب لما يدشون، منو افضل تشوفينه من ناحيه انه يكون شيف، رجل ولا المراه؟ هو عالميا الشيف رجال اكثر من الحريم، بس انا احس لما ذقت اكل كذا شيف كذي من الرجال والحريم، في شيء موجود عند الحريم مو موجود عند الرياييل. شنو هو؟ النفس. النفس مو موجود عند الرياييل، في شيء الحنيه الحب هذا، لان المراه لما تطبخ وهي تحب، لان سبحان الله حتى الانزيمات اللي موجوده في الايدين تطلع في الاكل وتخلي طعمه احلى، يعني في حب. هالشيء انا ما شفته عند الرجال، يعني انا اكلت وكلهم اكلهم حلو، ما اقول لك مو حلو، بالعكس مرات اشتهي مثلا اكل من دين سامي الشريده او فيصل الخطيب او هذا، كلهم اصدقائي طباخين يعني، بس في شيء مفقود. يعني من كلامك افهم ان الريال قاعد يطبخ كواجب، ولكن البنت تطبخ كحب؟ البنيه تطبخ كحب. يعني ولا شيف عندنا مثلا خلينا نقول لا في 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 عشان ما يتهمون. لا اقول لك في احب طبخهم، وانا يعني وايد اسلد بسامي الشريده طباخه، عندك فيصل الخطيب، وايد وايد طباخين عندنا فعلا، عندنا بالكويت مجموعه كبيره من شباب كلهم فيهم خير برك، كلهم اصدقائي بالعكس والله، عشان ما يزعلون. يعني مو جابه يعني نموذجيه ولا شيء كذي، لا بالعكس اقول لك هم اكلهم حلو، بس في شيء مفقود انا احسه، احساس يقول ان هذا هو الحب. مو احد علمني ولا احد قال لي، انا احس ان لما المراه تطبخ لانها حابه الشخص او الناس او الاشخاص اللي قاعد تسوي لهم الاكل فيطلع حلو، حتى لو ما طبخت بحب
هي طابخه لانها تبي تقرب عيالها منها، ما تبيهم ياكلون عشان لا يمرضون. صحيح. يعني بالنهايه هو في رساله من الطبخ، في رساله نفسه. من الطبخ. وحتى اللي يطبخون من الشيفس الكويتيات او العالميه، النساء دائما لما توصل رساله في الطبخ تقول لك ان كوك وذ لوف، ولا يعني شيء، دائما تلقى هالشيء. هالشيء مو موجود عند الرجال، ما اصلا يستحون يقولونها الكلمه يعني. فاحنا انا اقول مثلا دائما رشه حب على الاكل، يمكن الرجال لا ما يقولون هالكلمه. هذا بالنهايه طبعا إيه؟ راي، وطبعا كل واحد يحترم واحنا نحترمه، وبالعكس كلام جميل منك، والصراحه حلوه ان تكون إيه؟ ما في مجامله بالكلام. ولكن من شوي سولفتي قلتي انك من يوم كان عمرك 8 سنين كان عندك الهوايه هذه، انك تدشين المطبخ تطبخين انت تاكلين تساعدين اهلك. إيه؟ لغايه ما درستي الاعلام ودمجتي الموضوع، اتوقع وصلتي لمرحله الاحتراف. ولكن إيه؟ متى نقدر نقول الشيف يقدر يقول عن نفسه او الناس تقول له انه هو وصل من مرحله الهوايه الى الاحتراف؟ إيه؟ شوف الطبخ يعني كلمه شيف في تحتها أسس. يعني أنا أقول حق نفسي شيف بالكويت على مستوى الخليج وكذي، بس لما أسافر برا في ناس يعني صار لهم 40 سنة و30 سنة قاعد يدرسون، ويعني وصلوا مراحل وايد متقدمة. هذول أنا ما أقدر أقيس نفسي معاهم، أنا أقيس نفسي على مستوى العربي اللي موجود هني. هني أقدر أصنف نفسي من الشيف اللي موجودين في العالم العربي. هذا أول نقطة. ثاني نقطة، الشيف عشان يكون محترف حتى لو في مكان اللي هو فيه مثلا الكويت او في الخليج او في العالم العربي، لازم مثلا يوصل حق مرحله معينه انه يعرف مثلا شلون يدير المطبخ، يدير العماله اللي تحته. صحيح. شلون يركب طبخه، شلون يكون مكونات، يمكن لو طبختين يسوي طبخه مكونه يسوي طبخه حلوه. شلون يتعرف على المطابخ الثانيه ويتعمق ويدخل، وفي في اسس بالمطبخ غير اللي شلون اسوي شلون اطبخ، في اصول وفي رولز قوانين، كأنك في شركة، في مدير وتحته موظفين وفي عمالة، ووايد ما هو شيء سهل. يعني أنا في البداية أول ما دخلت مجال عبالي سهل وناسة وكذي، بعدها لا، رولز رولز. يعني حتى شخصيتي تلقاه واحدة ثانية من أبطل برا المطبخ. تلقاني المطعم أو المطبخ حتى في وقت تدريب المطاعم وشي تلقاني إنسانة ثانية خلاص. تصير فوكس انك انت شلون تدير هالمكان ويتنظم ويطلع اكل حلو. انت قاعد تقول تو من كلامك ان الواحد لازم يكون مثقف، يطلع يشوف الاشياء إيه؟ اللي دار مداره، سواء عندنا احنا كشيف كويتيين لازم نطلع على البلدان الثانيه اللي دار مداره من ثقافه الطبخ اللي عندهم. ولكن مدى اهميه ان الشيف لازم يكون مثقف وتكون عنده ثقافه وايد كبيره. وايد هالشيء مهم. انت كشيف لازم كل يوم تقرا على الاقل معلومتين عن المطبخ لازم، عشان انت تكون في، بالذات اللي يقدمون برامج طبخ. انت لما تقدم برامج طبخ كل سنه برنامج راح تكرر نفس الكلام، ما راح يطلع عندك شيء جديد. بس لما تكون مثقف ومطور نفسك، الجمهور نفسه راح يستفيد منك. غير معلومات ان انت استفدتها حق نفسك، انت قاعد تفيد الجمهور ومعلومات تهمه، وانت تدري كل يوم في تطور العالم. يعني اليوم هذا زين، باكر هذا مو زين، وهذا اليوم مفيد باكر يقول لك لا اكتشفوا فيه اشياء مو زينه. فانت لازم على طول تكون مثقف، حتى الجمهور لما يدق الو يسالك سؤال على الهواء ما تكون انت هم ما تعرف. صح. او لما يسالونا بانستغرام او كل التواصل الاجتماعي دائما تلقى في ناس ما ترد. طبعا. لانه ما في وعي او ما عندهم الثقافه هذه. بس لما يكون انت عندك ثقافه حق نفسك بعدها حق الناس، راح يكون هذا الشيء وايد حلو ويوصلك حق مرحله وايد متقدمه. حلو ممتاز. يمكن شيف اسماء يمكن قاعد تلاحظين هذا الشيء بالمعارض بالفتره الاخيره، يمكن كذا مجال، مثلا مجال الكتاب وايد قاعد اشوف كتاب قاعد يصيرون زياده، مجال الاعلام وايد ناس قاعد يدخلون، ولكن مجال الشيف والطبخ يمكن كل واحد سوى له اكله دش المطبخ. صح. ولا افتح له اكونت في الانستغرام او دش معرض سمى نفسه شيف، فهل اي شخص سوى له طبخه نقدر نقول عنه انه هو شيف؟ طبعا لا، في كذي لاينين ماشين. في ناس تدور الماده، وترى مو عيب. يعني في ناس تشتغل تطبخ وتسمي نفسها شيف وتبيع في البيت عشان الماده، انها تبي يكون لها راس مال او شيء، وهذا مو عيب. وفي ناس لا، تبي تشتغل في هذه المهنه. يعني في ناس تطلع في تبيع او عندها تسمي نفسها شيف، ولكن ما تطلع هي على السوشيال ميديا، بس مثلا ام فلان ولا كذي او الاسم لقب. هذولا ان شاء الله يوصلون حق شيء هم اللي يبونه، ولكن ما تقدر انت تصنفهم من الشيفس، لان هم اصلا مو واضحين ولا طالعين ولا هم بصورتهم الحقيقيه. اللي يبي يكون شيف صدق يطلع، يعني لازم يتثقف ويطلع قدام الجمهور يقول انا فلان الفلاني اقدم هذه الماده وابيكم تستفيدون منها في المقابل بعد، او انا قاعده ابيع وانا يعني طالع قدام الجمهور انا ابين من انا.
اذا انا مرحبين معنا يبقى اي طباخ من برا يطبخ وخلاص، او ما يجيب حتى طاري اسمي مطعم فلان فلاني، مثل وايد نشوف مطاعم ما لها اسم يعني شخص، في معنى في ناس كويتيين داخل قاعد يطبخون بس ما لهم بالظاهر او ما يطلعون. فاتوقع انه مو كل واحد يقدر يسمي نفسه شيف، حتى انا ترى انا اقول هذا اللقب لانه هو ما يضر صحيح. يعني ما هو دكتور، ما هو مهندس بهدم بيت او باذي انسان، هذا اللقب اوضح لك منو انا وشنو الماده اللي بقدمها لك. ولكن لما اوصل مرحله الاحترافيه او ان شاء الله العالميه اقدر اكون من ضمن الطهات الشيفس العالميين ان شاء الله. يمكن احنا لما نشوفك كاشخاص مثلا يعني مو في هذا المجال نشوفك فعلا انت شيف، ونشوف كثير من الاسماء ما نبي نذكر اسم معين عشان ما حد يزعل منا، ولكن يمكن انت نفسك ما تبي تقول لنفسك هذا اللقب لان تشوفينه ممكن بسيط، ولكن احنا لما نشوف شخص يتعب ومحترف ووصل لمرحله جدا جميله وقاعد يقدم حق الكويت وقاعد يعني يخدم في مجاله، هذا بصراحه يسهل نقول عنه شيف مبدع. والله هو اسم لقب حلو يعني انا ما احس ياذي احد، حتى انا اقول عن نفسي، ولكن ما احطه كانه هو اساس وظيفتي، انه والله ما تنادوني الا كذي. حتى انا اعرف نفسي ما اقول شيف اسم، اقول اسماء البحر. صحيح. فيعني هو هذه وظيفه ما تاذي احد وفيها طبعا خير حق الناس وفيها اكل حلو لذيذ يعني. نقول شيف قول اللي تقول يطلع حلو الاكل. ان شاء الله. شيف اسمه يعني يمكن الكثير يسال شنو اللي يميز شيف اسماء في طبختها نكهاتها، يعني لما مثلا بروح بطلب منك شنو اللي اكثر شيء متميزه فيه وفي نكهات اسماء البحر؟ شوف اللي يميزني يعني انا ما احب اقول شنو يميزني. لا احنا سالنا انت مو بروحك. يعني انا اول شيء اطبخ بكل حب حق كل الناس وما ارضى ولا غلطه في اكلي، واللي اليوم تطلبه باشر تشوفه، يعني اليوم نفسه ما يتغير، الكواليتي ما يتغير، اذا تغير يكون للافضل، دائما اسعى للافضل ويعني اوصل رساله من 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 حلوياتي او من شغل اللي اسويه او بالتلفزيون، حتى لما اطبخ دائما عندي رساله واحده اللي هي ابتسم. يعني اي ابتسم، احلى شيء الابتسامه، والابتسامه تخلي اكلك حلو. اضحك، رش رشه حب، اقول لهم رشوا رشه حب على طباخكم تخليه احلى واغنى والذ. زين سؤال يمكن مو موجود بس طلع على بالي، بما ان ابتسم واطبخ بحب، تطبخين يعني تلبسين شيء بيدك ولا بدون؟ مو كل شيء، لا احس يعني دائما اسمع ما ابي اكذي لي اياها المعلومه، ان بدون ما تلبسين تطلع الاكل الذ وتعرفين الواحد الشيف نفسه يطبخ اكثر. اهلي انا صراحه مو البس جلابس، حق اهلي ما، بس عامه في الشغل كبزنس لا البس جلابس. في بعض الاشياء بعد، في اشياء ما تقدر تلبس جلابس في التعرض للحراره، افران ما افران، لا في اشياء مثل العجين وكذي يعني من غير جلابس يعني. لان احيانا حتى الناس يمكن ما يحبون، يبون يشوفون الشيف انه يكون لابس بس هذا قانون يعني، قانون في المطبخ يعني، هم ما يقدرون يخربون القانون. بالعكس اصلا مرات انا اشوف لو واحد يقص شاورما لابس جلابس هذا شيء غلط، لانه هو ممكن يصاب بالحروق ويتعرض ويلصق الجلابس على يدينه. بس هو التعقيم يعني في توقيت للتعقيم، انه كل مثلا 5 دقائق تعقم ايدك تغسل ايدك طبعًا. المطبخ غير، عشان شي اقول لك رولز، في رولز انه حتى تحتك العماله تعلمهم كل ايش كثر يغسل ايده، كل ايش كثر يغير الجلابس، شنو اللي يلبس جلابس وشنو ما يلبس جلابس. فانا في طبخات لا والله تشوفني البس جلابس، وفي طبخات لا والله اسويها بايدي. يا سلام عليك. إيه؟ طبعا انا حدي لانه مو متغدي ترى، وانت تزورين حدي قاعد افكر اني شنو راح اتغدى بعد اللقاء. يا سلام. شيف اسماء الحين انت وصلتي لمرحله يمكن كل الكويتيين والخليج يمكن خلينا نقول الوطن العربي يعرفون من اسماء البحر ويعرفون شغلها ويعرفون ايش كثر هي محترفه متميزه في الاكل. وصلتي لمرحله جدا جميله، هل انت راضيه لهذه المرحله ولا مخططه وعندك خطه ان راح توصلين لاكبر من كذي وعندك خطه قادمه ان شاء الله؟ طبعا يعني انا مخططاتي ما توقف. انا الحين تكلمني مخططاتي شغاله. انا يعني الحمد لله انا واصله مرحله حلوه احبها، ولكن انا اطمح لشيء اكبر جدا، ودي اوصل حق مكانه وايد اكبر من كذي، ودائما اسعى ان اكون افضل، اسعى ان مثلا انزل شيء جديد، اسعى ان نسوي برنامج جديد، اسعى ان اسعد ناس يدد وخليهم يبتسمون ويفرحون، يعني بالذات في الاكل، لان الاكل رساله سريعه اسرع شيء، ويقولون معده الرجل اسرع، هذا مش المثال، يقول لك ان هذا انا عندي هذا الاكل، انك انت لما تطبخ وتوصل رساله بالاكل اسرع وسيله انك توصل الحب والسعاده والابتسامه والخير كله عن طريق الاكل، وسيله سريعه جدا طبعا. فاطمح ان يوم من الايام اقدر اسعد وايد ناس بالاكل، و اتطوع بوايد مجالات في الاكل يعني تفيد موضوع الاكل،
واحب افيد الناس بموضوع الاكل، ان شاء الله يوم من الايام يشوفوني شيء عالمي، ان شاء الله. وفخر حق الكويت هذه كلها، وحق ابوي شهيد فيصل بحر، حق امي، دائما اتمنى يعني ان انا اكون قدوه حق غيري، ومثل ما انا ابوي واهلي قدوه لي. انت قدوه فعلا لجميع الفتيات الكويتيات، فعلا قلنا هذه الكويتيه، هذه هي الكويتيه اسماء البحر، وكل الشخصيات عندنا كبيره في كل المجالات، عندنا شباب وطاقات جدا جميله حق الكويت المستقبل باذن الله. كل الشكر لك شيف اسماء البحر على وجودك معنا وعلى هالاكل هذا الجميل. طبعا راح ناكله كلنا احنا والستاف، خصوصا انا والمعد على شويطر. لما تاكله راح تحس بالكلام اللي اقوله ان شاء الله باذن الله. طبعا مكملين باقي حلقتنا، فاصل ونواصل.